توش تاعنا هنايا في تيزي وزو. الحمد لله لقينا اقبال وناس يشرو علينا الحمد لله. هذا شو الحرفه تاعك؟ الحرفه اه اكتشفت بيتي الحرفه تاعك وتش الحرفه تاعي هي شغل تقدر تقول وراثه، يعني تما حنا من الجد للاب للام كاملين خدموا ماء الورد وماء الزهر تحت. وكاين هنايا تاعي اعشاب طبيه كيفاش في الزعتر تاعنا دونك هنايا حنا حابين نطور شويه في البروفيل راحت المواد تشتغل توجور لا باس تاعنا سي لو دغاز نخدموا بالماء الورد صابون العسل، صابون الشفق، صابون الدنيا. شكرا.